هيا بنا أحبائنا الصغار لنكتشف حرفا جديدا من خلال الجملة المفتاح، تابعوا معنا. أقرأ. صاح أبو ماهر. آه يا الله، ما أجمل هذا الصوت يا ماهر. هي في وسط كلمة ماهر، ه منفصلا في آخر آه، ه متصلا في آخر الله. ه في أول ه ذا. ه في وسط كلمة ماهر. دمتم.